عن طريق الخطأ، غارة نفذتها مسيرة تابعة للجيش النيجيري تقتل 85 مدنياً على الأقل في قرية بولاية كادونا في شمال غرب البلاد، وفق ما أعلن جهاز الإسعاف هناك. الوكالة الوطنية النيجيرية لإدارة الطوارئ قالت إن المسيرة قصفت قرية تودومبيري بينما كان سكان القرية مجتمعين للاحتفال بمناسبة دينية، وأوضحت في بيان أن 85 جثماناً تم دفنها حتى الآن، وما زالت أعمال البحث جارية في الموقع مؤكدة أن معظم القتلى من النساء والأطفال، فيما وصل عدد الجرحى إلى أكثر من 50 شخصاً معظمهم حالتهم حرجة. yaran gidanmu gaba ɗaya da na yayi na ba amma ni nawa kan kai na guda shida ne yake ana kara ana maulidi ne yaran mu su ma suka je wurin suka taru su ma domin duk abin da yaro ya gani an bude wuta su ma kokarin su su je wurin su taya murna sakamakon kenan shine kawai aka sako mana bom. الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو طالب بفتح تحقيق بعدما اعترف الجيش بالحادثة التي وصفتها الرئاسة النيجيرية بالمؤسفة والمزعجة. نيجيريا تواجه في الآونة الأخيرة هجمات تشنها عصابات مسلحة وكذلك تنظيمات إرهابية مثل بوكو حرام في أجزاء مختلفة من البلاد، وتنفذ قوات الأمن في البلاد من حين لآخر عمليات لمكافحة العصابات المسلحة والإرهابيين.